وأعود إليك أستاذ ربيع الهبر، مدير عام شركة ستاتستيك لبنان وناشر موقع لبنان فايلز. أهلا فيك أهلا وسهلا. أستاذ ربيع. اليوم شفنا الرئيس نبيه بري اعتذر عن الدعوة للحوار، والسبب الاعتراض والتحفظ من بعض الأفرقة، لا سيما كتلتي القوات والتيار. ما تعليقك على الموضوع؟ تعليقي على الموضوع انه الدعوه للحوار، يعني اول شيء الحوار لا يعقد، هو المطرح الطبيعي للحوار هو البرلمان، ولكن بظل وجود رئيس جمهوريه كان من الاجدى بهيدا الوقت، لانه دعي للجلسه بعد في رئيس جمهوريه، كان من الاجدى انه ينترك الموضوع لرئاسه الجمهوريه. هذا اول شيء. ثاني شيء، لم يجد حماسه الرئيس بري لدى الافرقاء المسيحيين، وطلع الوضع صور وكانه الافرقاء المسيحيين هم يلي رفضوا هذا الحوار، في حين انه الحوار لا جدوى منه، هو تداول، ولا يجوز ان يكون هناك حوار برئاسه الجمهوريه، لانه مش عمليه تعيين حوار، هو اقتراح حقيقي لازم يكون تحت البرلمان. فمنشان هيك اعترضت الاطراف المسيحيه على هذا الحوار الذي لم يكن هناك من جدوى في استكماله، لانه الحوار كان انشائي وبشكل يعني او باخر هو حوار لن يكون مجدي باي شكل من الاشكال، طالما ليس هناك تقاطع دولي على رئيس، واذا في تقاطع دولي على رئيس هذا الحوار لن يؤدي الى انتخاب رئيس. نعم، يعني استمعنا منذ قليل إلى كلمة التغييريين، واستمعنا إلى كلمة رئيس حزب الكتائب يصبون في خانة أنه الأولوية تكمن في تكثيف الجلسات لانتخاب رئيس للجمهورية. إلى أين نحن مقبلون؟ نحن مقبلون على فراغ طويل الامد، فراغ ما بشوف انا لا بحطولي كديت حزيران وتشرين وما بعرف شو، انا بشوف هذا الفراغ لن يكون له سقف في القريب المنظور، هذا الفراغ ينتظر امر ما يحدث اقليميا او دوليا او تقاطع دولي ما في مطرح ما او اتفاق بين الدول الكبرى اقله بين السعوديه وايران، اذا ما امتد هذا الاتفاق ليشمل الفرنسيين والامريكيين، ولا بد ان يكون الفرنسيين في هذا الاتفاق. نعم، كيف ستؤثر برايك القمه العربيه اللي حصلت بالجزائر؟ وشفنا رئيس الحكومه في تصريف الاعمال نجيب ميقاتي انه نعي لبنان وقال لهم مناره الشرق انطفت. يعني مش رح تأثر شيء، كل عمرة تمام العربية ما بتقدم ولا بتأثر، هي إعلامية أكثر نعم. منها حقيقية. نعم أستاذ ربيع، أريد أن أنتقل إلى مجلس النواب للاستماع إلى كلمة النائب أشرف ريفي وأعود إليك. أصرنا على إجراء انتخابات الرئاسية بأسرع ما يمكن، انتخاب رئيس للجمهورية حكم الاحترام للشراكة الوطنية، احترام للدستور اللبناني، احترام للمصلحة اللبنانية، وهي فعلا هي مدعاة أو باب للانتظام العام كله سوى الحياة. في مخالف للدستور برأينا، كذلك الأمر هناك من له مصلحة في سلسلة الصراع المذهبي والطائفي والسجلات مبدئيا، آسف أني أقول لك حكما اللي احنا خرجنا فعلا لنقول للجميع لازم نكون واعيين تماما، الوطن لا يحتمل اي سجال طائفي او اي سجال مذهبي، وهناك من يعيش على فعلا على القبور بكل اسف على نفس القبور. ولكن اليوم في زملاء لكن من نفس الدرجه السياسيه ضلوا بالدرجه، يعني اليوم انتم ما بدكم نحن كنا رحنا على الحظ الاقصى لنقول لن نحضر جلسه، نعتبر اول شيء اللي قدم الرساله كان رئيس الجمهوريه، اليوم لم يعد رئيسا للجمهوريه، لمين بدنا نعطي الجواب؟ ومضمون انا برايي حقيقه اعتبرته مضمون مسؤول رئاسه مجلس الوزراء، تعتبر بموقع رئاسه مجلس الوزراء الدستور واضح 27 نائب اجتمعنا عند حزب الكتائب وكنا قايلين الدستور واضح، اي تفسير اخر انا برايي حكما هو عنده غايه سياسيه مش مضمون دستوري نهائيا. كلامي واضح، نحن رفضنا ان نجر الى هذا السجال، وبرجع بقول لك الدستور واضح، اعاده الانتظام العام يبدا بانتخاب رئيس للجمهوريه، ثم بعدين بتشكل حكومه جديده لتعيد الانتظام العام، اللبنانيين ما بقى في يحملوا بلا كهرباء وبلا مي وبلا مدارس وبلا مستشفيات، الناس فعلا الحياه يعني كفى بالنسبه لها الحياه، شكرا لكم. يعطيكم العافيه.
أعود إليك أستاذ ربيع، يعني كنا عم نحكي عن القمة العربية في الجزائر، كيف تؤثر إذن العلاقات الخارجية على انتخاب رئيس للجمهورية؟ العلاقات الخارجية لا تؤثر جدا على انتخاب رئيس الجمهورية، يعني اللي شفناه امبارح بالقمة العربية لن يؤدي بالمباشر إلى أي تغيير أو إلى انتخاب رئيس يعني الآن، ولكنه يعني يعيد رفض النظر إلى لبنان وواقع لبنان السياسي والأزمة اللبنانية، ويمكن قد يستجلب بعض المساعدات وقد يحرك ملف الكهرباء يلي عالق بسبب دعوة الحكومة اللبنانية على سوناتراك. بس بهذا الاتجاه، ولكن أنه نشوف انتخاب رئيس أو حال خليل الأزمة الدستورية بلبنان من وراء القمة العربية، تعوضنا على القمة العربية من قمة تونس من 89 حتى اليوم، ماذا فعلت القمة العربية؟ تبقى ضمن التمني وتبقى ضمن آخر شيء بيان ختامي لا يقدم ولا يؤخر. مادة 73 من الدستور دائما استمعنا إلى تصريح النائب أشرف ريفي منذ قليل، وكمان بصر على أنه الأولوية اليوم في انتخاب رئيس، لأنه ولا يحتمل الوطن أي سجال بين الفرقاء. قديش رح يضل هالسجال برأيك لأمتين؟ نحن هلأ السجال سيبقى وسيستمر إلى ما لا نهاية حتى انقضاء أمر كان مكتوب. ساعتها ما نشوف إذا من ننتخب رئيس ضمن هذه الصيغة الحالية للبنان دستور الطائف اللي يرى التوقيع عليه سنة 1990، أو منروح على انتخاب رئيس أو شكل آخر من أشكال السلطة الدستورية من خلال نظام جديد. أنا عم فكر أنه لن يكون هناك حل إلا من خلال نظام جديد للبنان، وصلنا بمطرح بمأزق الحق على النظام، مش الحق لا على أفريقاء ولا على شيء، على حد الخلافات موجودة بين الأطراف اللبنانية لن تؤدي إلا إلى تغيير هذا النظام الذي يضمن مصالح الجميع ويضمن الديمقراطية. شكرا لك مدير عام شركة ستاتستيك لبنان ونشر لبنان فايلز أستاذ ربيع الهبر على هذه المداخلة.